والآن بدأوا بالسباحة، ولكن بنضيف الظاهر زود واحدة، العدد أكثر طبعا، مو بكل واحدة لها واحدة، ولكن الأفضل كل ما يكثر. لو حطيت لكل واحدة واحدة أفضل، عشان لو صاخ وكذا، ولكن مو مقدور واحد يحط له 16 غضارة 17 غضارة، يحط وحدك كل 5 6 تكفيهم واحدة وخلاص. يلا اسبحوا على راحتكم، ولكن ما تحطها بعد المغرب او بعد العصر، لا تحطها يعني قبل العصر شوي، يعني من عقب الظهر لو اذان العصر عادي. الكثير يغفل عن الحركة هذه، أو يتناسى أو يتكاسل، أو يعني حتى غير مهمة، غير يعني مهمة، وما ينظر النظرية حقت الحمام. لو أنها غير مهمة ما لقيت الحمام يسوي الحركة هذه، أو إذا مثلا انغسل الحوش حق البيت وطلع الموية في الشارع، تلقى الحمام كل أبوه طاب يسبح، حتى الحمام القوقسي والسوادي وحتى العايدي البلدي كله بالطريقة هذه. أول شيء بنقع رجلينا علينا نحس رجلينهم ضفن هو أسفله، ثم بعدها يبدأ عاد يرشش على جنحانه. طبعا هي تحرك الدورة الدموية عنده وتنشط الطير وتروح الخنزة اللي فيه، لأن الطيور اللي ما تسبح يجي لها خنزة. إذا فتحت باب العشاء طحت على قفاك من ريح الخنزة. لازم يتروشون، لازم يتشمسون، لازم نعتني بهم. شفتوا الدخانه اللي تو مرت لي؟ هذا معقم انا بخ به علشان الجراثيم والحشرات وكل شيء يقضي عليه. طبعا رشيت من برا، وفي نقطة بذكركم إياها يا شباب، اللي مثلا مربي في سطح، مربي في حوش ما عنده تراب، لازم ياخذ له غبارة أو طاسة أو أي شيء ويحط فيها تراب، يجي كيلو كيلوين كذا، ويحط فيها شوية ملح طعام ويخليها عندهم. وش الفائدة منها؟ الطيور إذا حست إن عندها في الحويصلة أو في البطن زي الفيروسات أو شيء، تروح تاكل من الملح حق الطعام، ينظف لها البطن. أو التراب يحرك عندها الحويصلة يخشنها، لو صار في التجبن أو شيء حس الطير في التجبن على طول بيروح ياكل منها، زي في الطبيعة. إذا راح ياكل منها تنظفه، زي كنت تجي تتغسل غبارة أو شيء وانت ما عندك صابون، تغسله بتراب أو كذا، إذا صرت تطالع برا أو كشتة أو كذا، نفس الحكاية، هي نفس الفكرة. الحين يقولوا لك الرومي، يوم الرومي لازم تحط معه مع الاكل جنبه غضاره مليانه رمل، لانه هو ياكل منها دايم. طبعا والباط والدجاج، حتى العصافير، حتى الكناري انا جربته عندي يروح ياكل منها. طبعا ما ياكل منها كوجبه، لا يعني مثلا حس ان عنده مشكله ولا شيء على طول يروح له، حس عنده مشكله ولا شيء يروح لها على طول وياكل.
معلش علقت الكاميرا شوي. ان بغيت تحط في المويه غطا شو اسمها خل تفاح حلو، اما بغيت تحط شويه ملح خفيف جدا، ما تحطه مالح قوي، ما تقدر الطيور تشربه، لا ملح خفيف جدا، ملح طعام حلو. ان حطيتها مويه عاديه حلو. وما يحتاج يا شباب نذكركم، اول شيء نشكركم على المتابعه، بيض الله وجيهكم، كثروا اللايكات وكثروا الاشتراكات ودزوا المقطع لغيركم، ويلا السلام عليكم.